لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ألا تميزوا؟ فتميزت كل فرقة، الصحابة، المهاجرين، الأنصار، أبناء البوادي، القراء، بل سيدنا أبو بكر دفع في هذه المعركة بأبرز المتميزين من أصحاب رسول الله، دفع أهل بدر، وكان الصديق لا يرسلهم. لماذا؟ لأنهم هؤلاء كانوا بمثابة العلماء وبمثابة أناس عندهم خبرة وتجربة، كان يحتفظ بهم في إدارة الشؤون، لكن لما القضية أصبحت قضية صعبة أرسل هؤلاء واصطدم الجيش. وبالفعل استطاع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر حدة مسيلمة. لكن في صحابي متميز عشان ما نطولش، هذا الصحابي اسمه عبد الرحمن ابن ثعلبة الأنصاري، يلقب بأبو عقيل الأنيقي. هذا الرجل متميز في النية وفي بذله وفي عمل، ذهب المعركة ليموت في سبيل الله. فلما دخل المعركة قاتل وقاتل وقاتل حتى اختلف فيه سهم، فنزع السهم وبدأ يكمل القتال، فأخذ يقاتل حتى خارت قواه، تعب، خارت قواه وسقط على الأرض. خارت قواه من أي شيء؟ خارت قواه من العمل، من البذل. هناك أناس اليوم خارت قواهم مش من العمل، من الكلام، فهذا خارت قواه من العمل، فحملوه غير بعيد وأخذ ينظر للمعركة، مريض معذور. فاشتد مسيلمة على الأنصار، فأخذ البراء ينادي وهو يقول: الله الله يا معشر الأنصار، الكرة الكرة يا معشر الأنصار، هلموا إلي، لا يظن أحد منكم أن يرجع للمدينة، فلا مدينة بعد اليوم، إنما هو الله أو النصر. ينادي البراء، وصوت البراء اليوم صوت من؟ هو صوت الدعاة والعلماء والأشياخ حينما ينادون على الأتباع: الله الله في الدعوة والعمل لدين الله. وبدأ معن الأنصاري أخذ ينادي أيضا ويقول: الله الله يا معشر الأنصار، هلموا إلي. للعلم في كل زمن أنصار، هذا عرض في كل زمن أنصار. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، هل أنت منهم؟ المهم بدأ الصحابة، بدأ البراء ومعن يناديان. من سمع؟ شخص متميز عنده جراح لكن متميز، أبو عقيل. يقول ابن عمر: فكنت قريب منه فرأيته قد نهض واقفا، وسمعت قد نهض واقفا، فقلت: ما لك يا عم؟ قال: أما سمعت؟ أنت ما سمعتش، ونحن هذه اليوم نقولها: أما سمعت؟ أما رأيت التحديات التي تواجهنا؟ خلي بالكم، إحنا عندنا مسحة كسل، أو والله في مسحة كسل حقيقي بتواجه الأفراد، ونحن لا نخاف على الدعوة من المنهج، ولكن نخاف على الدعوة من الحملة والأتباع. فالمنهج منهج مبارك يحتاج إلى حملة. أنت سمعت التحديات اللي بتواجه الأمم، بتواجه هذه الأمة؟ فقال: أما سمعت؟ البراء ينادي ومعن ينادي. فقال: يا عم أنت معذور. هو معذور ولا لا؟ معذور ولا لا؟ طب أنت معذور؟ هو معذور، مريض، مجروح، مكلوم، وليس عليه حرج، لكن أبى المتميز إلا أن يسمع. قال: أما سمعت؟ فقال: يا عم إنما يناديان على الأنصار وأنت معذور. فقال: وما عذري غدا بين يدي الله، وما عذري غدا. المتميز يبحث عن العذر غدا مش اليوم، غدا. قال: وما عذري غدا وأنا من الأنصار. ثم بدأ يقاتل وهو مجروح معذور،
يقاتل. يقول ابن عمر: فرأيته عند باب الحديقة بعدما دخل مسيلمة الحديقة. مسيلمة كان معه جيش، مسيلمة دخل الحديقة، سميت الحديقة بعد ذلك بحديقة الموت، قتل فيها 20,000 من أنصار مسيلمة الكذاب. يقول ابن عمر: فرأيته عند باب الحديقة قد قطعت يمينه، فقلت له: أبا عقيل، أبا عقيل. فقال: لبيك. يسمعه بموت. والله أسمع الآية هذه، أسمع بالله عليك أسمعها. الله يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الذي يسمع حي، والذي لا يسمع ميت ولو تنفس. لكن أنه نوع من أنواع السماع، مش سماع الآلة. الله يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لكن السماع المطلوب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. هذا هو السماع المطلوب، الاستجابة، مش سماع الآلة والحاسة كما يقول ابن القيم. لذلك نادى عليهم رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فأخذ يقول ابن عمر: يا عم، يا عم أبا عقيل. فقال: لبيك. ثم يقول ابن عمر: فنظر إلي وقال: لمن الهزيمة اليوم؟ يا ربي، بيموت وبيبحث عن الهزيمة. لمن الهزيمة؟ الدعوة هزمت، الإسلام هزم، الدعاة هزموا، الدعوة إلى الله تقهقرت، تراجعت في سنة 1437 من الهجرة. هل الدعوة تقدمت في منطقتك، في مكانك، في واقعك، في عمل الشباب، أم أن الأمر تقهقر؟ لمن اليوم؟ لمن الهزيمة؟ فقال: أبشر، فقد هزم مسيلمة الكذاب، ونصر أصحاب رسول الله، وانتصر الصحابة. فأخذ يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم مات متميز. تحديات يا أخواننا، أقسم بالله لو علم أبناء الدعوة ونحن منهم حجم المسؤولية الملقاة على عواتقنا، وحجم عقد آمال المشايخ عندهم آمال عليكم في حمل المنهج، والله لأشفقتم، لأشفقتم. تحرك، اعمل. تحديات ضخمة، تحديات. انظر للوضع، الوضع التبرج، الصفور، انظر للمناهج، الأفكار وأصحاب المنهج اللي هو أنا وأنت عندنا. لا، أنت متميز، أنت صاحب رسالة، صاحب قضية. لكن التميز والله ما هو شعار، التميز سلوك. التميز، لذلك لابد على هذا الجيل، لابد إن هذا الجيل إنك تبذل الثمن وتعمل بالسنن. ابذل الثمن وتعمل بالسنن وانتظر الفرج من الله. بذل الثمن العمل وتميز. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.